حدثني عن درب الزلق. أنت رويتها في أكثر مكان ولكن لابد أن نرويها مرة أخرى. إيش قصة العمل هذا؟ كيف انبنى؟ كيف صار؟ كيف جاء؟ هذا أنا ذكرته يعني أكثر من مرة. هو طلب كان من الشيخ جابر العلي الله يتقمد روحه بالجنة إن شاء الله، كان وزير الإرشاد والأنباء، يعني وزارة الإعلام كان اسمها الإرشاد والأنباء. فدعانا أنا والأخ عبد الحسين والأخ عبد الأمير التركي إلى مكتبه، وطلب منا أن نقدم عمل، نسجل نكتب عمل ونشتغل عمل يكون خالد، يكون يبقى مع الوقت ومع الزمن. وقال ميزانية مفتوحة اللي تطلبونه. فخرجنا من عند الشيخ جابر واجتمعنا، فقلت له مني أنا عندي قصة كان خالد الصديق حيعملها بعد بس يا بحر، واسمها مسعد ومسعود. فعرضت الفكرة على الأخ عبد الحسين وعلى الأخ عبد الأمير رحمهم الله، فوافقوا على الفكرة. اتفقنا على الآتي، إن نكتبها أنا وعبد الأمير السيناريو والحوار، وكل حلقة نجتمع. أيامها كن عندنا مسرح أنا والأخ عبد الحسين، مسرحنا الخاص. نجتمع الظهر نقرأ الحلقة، كل حلقة بحلقتها، وننقحها ونعدلها ونزيد ونعدل إلى أن خرج درب الزلق. طيب أنت دائما كنت تسأل إنه النظرة التحليلية، لماذا هذا العمل استمر عاش طويلا يعني درب الزلق؟ نعم. إيش السر كان؟ والله أنا ما أنا ما أعرف يعني الأسباب اللي عندي ما يعني تجعل هذا المسلسل يبقى طوال هذه الفترة. مسلسل متسجل سنة 77، يعني لما يعجب فيه مواليد 90 يعني شيء غريب، لأن ما حصل بالعالم.